السلام عليكم. فيلم الليلة بيبدأ لما يكون في مجرم من عصابة بيضرب أفراد الشرطة وهم جوا القسم بتاعه وكمان قدام مدير القسم، وده عشان هم اعتقلوا زوجته عشان خالفت القانون وما في واحد من القسم بيقدر يقول له حاجة. وبعد ما يضربهم بياخد زوجته وبيطلع من القسم، بس لما يطلع من القسم بيكون الشارع فاضي بطريقة مريبة، فبيحس انه في مشكلة. ولما يطلب من رجاله انهم يرجعوا القسم تاني، أفراد الشرطة بيقفلوا بأبواب القسم في وشهم، وبنعرف انه في عصابة اسمها عصابة الفاس جايين عشان يقتلوا الشخص ده، وكمان معاه ناسه، وفعلا بيقدروا انه يقتلوا ناسه وكمان بيقتلوا هو وبيقتلوا زوجته. وبتكون عصابة الفاس عصابة خطيرة جدا وبتقتل اي شخص يجي في وشها، والعصابة دي بتدير نوادي للقمار وحاجات زي كده، ورئيس العصابة شخص خطير جدا وعنده أتباع كتير. ومن ناحية تانية بيكون في حي في طرف المدينة اسمه زجاج زريبة الخنزير، وبيكون حي صغير وفيه ناس عايشين بسلام وما في مشاكل هناك، وبيكون المكان مملوك لوحدة ومعاها زوجها، وكل الناس بيحبوا زوجها لأنه شخص طيب وبيتعامل مع الناس كويس، بس زوجته بيكون طبعها حاد ودائما بتصرخ في وش الناس، وده عشان موضوع الإيجار وكده. وبيكون في الغرية في واحد بيشتغل حمال بيشيل الحاجات التقيلة بمقابل، وواحد شغال خباز، وكمان في واحد تاني بيشتغل ترزي حريمي. ويا ريت الناس تركز مع الثلاثة أشخاص ديل. ولما يكون أطفال القرية بيلعبوا في الكورة بيجي شخص غريب وبيفجر الكورة بتاعته، وبيكون معاه شخص تاني والاثنين بيكون شكلهم غريب، ولما يمشوا للحلاق بيطلبوا إنهم يحلقوا عنده، بس في النهاية ما بيدفعوا للحلاق قروشه وبيقولوا إنهم تابعين لعصابة الفاس. والشخص التخين اللي اسمه بون هو زعيم العصابة، والشخص التاني النحيف اللي اسمه سينج هو مساعده، وبيحاول سينج إنه يبتز الحلاق وياخد منه قروش، بس الحلاق بيكون ما خايف منهم وبيرفض إنه يدوهم قروش. وبون بيمثل إنه غضبان وبيحاول سينج يمثل إنه بيهديه وكده، بس كمان الحلاق بيكون ما مهتم بالموضوع وما خايف. وبعد شوية كل أفراد القرية بيجوا عند الحلاق، فبيطلع سينج وبيتحداهم وبيمثل إنه شخص قوي وبيطلب من واحدة عجوز تقاتل، بس لما تضرب العجوز في بطنه بتكون ضربتها قوية جدا فبيقير رايه عشان هي أقوى منه، فبيختار واحد قصير كده من نص الناس، بس لما يجي طالع عليه بيكتشف إنه شخص طويل وعملاق، كمان للمرة الثانية بيغير رايه، والمرة دي بيختار شخص باين من وشه إنه شخص ضعيف، ولما يطلع من الزحمة بيكون الشخص ده جسمه كله عضلات، والمرة دي كمان بيختار طفل صغير وبيطلع إنه طفل برضو عنده عضلات. وفي اللحظة دي بتيجي مالكة المكان وبتضربه بالشبشب في وشه، فبيولع لعبة نارية على أساس إنها علامة لطلب الدعم في العصابة، بس المفاجأة إنه عصابة الفأس الحقيقية بيكونوا في المكان فعلا، وبيكونوا أشرار جدا لدرجة إن السحب السوداء بتجي معاهم للمكان. ولما بتاع العصابة يتكلم معاها بتهرب المالكة لبيتها وتقفل الباب بسرعة كبيرة، بس لما يحاول فرد العصابة يضرب واحد من الغرويين بالفأس بتحصل حاجة غريبة جدا، بيلقى فرد العصابة نفسه إنه انضرب وكمان مرمي في برميل بتاع زبالة وبتكون حالته خطيرة، فبيطلب من باقي أفراد العصابة إنهم يرسلوا الإشارة لباقي العصابة، وفعلا بيعملوا كده. وبعد شوية أفراد العصابة بيتلموا في المكان كله وبيكونوا كثيرين جدا وبيضربوا كل الناس وبيهينوهم وكمان بيكسروا المحلات بطريقة عشوائية، وبيطلب زعيم العصابة من أهل القرية إنهم يطلعوا الشخص اللي ضرب زميله في العصابة، لكن ما في زول بيعترف بحاجة وبيقرر إنه يحرق وحدة وابنها وبيصب عليها الجاز، ولما يجي يجدع عليها الكبريت بيجي الشخص الحمال وبيمسك النار وبيقول إنه هو المسؤول عن الموضوع، فبيهجم عليه كل أفراد العصابة وهو بيبدأ يضربهم واحد واحد، وبيكون شخص قوي جدا وماهر في القتال بتاع الكونفو. وكمان بعد شوية لما يكون أفراد العصابة عددهم كبير بينضم للمحارب الحمال أترزي، وكمان أترزي بنكتشف إنه شخص قوي جدا وماهر في الكونفو، والاثنين بيكونوا قويين وبيضربوا العصابة، بس برضو بيكون عدد أفراد العصابة كبير جدا، فبيجي الخباز المرة دي وبينضم ليهم، وثلاثة بيقدروا إنهم يضربوا أفراد العصابة وبيخلوهم يهربوا من المكان. وبالليل لما يكون أفراد العصابة في مقرهم بيكون سينج وبون معهم، ولما يكونوا عايزين يقتلوا هم بالفاس بيقدر سينج يحرر نفسه في ثواني من الحبل اللي هم رابطينه به، والحاجة دي بتلفت نظر زعيم العصابة فبيدوا سينج فرصة انه يحرر صاحبه بنفس السرعة، فعلا لما يرموا عليه الفاس بيقدر انه يحرر صاحبه في ثواني. ولما يجي الزعيم يتكلم معاهم بيطلبوا انهم ينضموا للعصابة، لكن الزعيم بيقول لهم انهم لازم يقتلوا شخص عشان ينضموا للعصابة. ولما يكونوا بيتكلموا مع بعض بعد يطلعوا من مقر العصابة بيحكي سينج لبون قصة زمان مع المتسول اللي باع له كتاب الكونفو، وانه حاول يساعد بنت بالحاجات تعلمها من الكتاب.
الكتاب، لكن انضرب ضرب شديد. ولما يلاقوا واحدة بتبيع ايس كريم بياخدوا منها الايس كريم وبيهربوا من غير ما يدفعوا للبنت، وبتكون البنت دي هي نفسها البنت اللي ساعدها سنج زمان وهي عرفته بس هو ما عرفها. ولما نرجع للقرية بنلاقي المالكة كالعادة بتصرخ، والمرة دي في وش 3 أشخاص اللي ضربوا العصابة، وبتقول انه العصابة كده هترجع وتكتل كل الناس. وبعد شوية بتصرخ في كل الناس، ولما يردوا عليها اهل القرية بتصرخ فيهم صرخة بتخليهم يسكتوا كلهم. وفي اللحظة دي بيكون سينج وبون رجعوا للقرية وعايزين يقتلوا المالكة عشان يقدروا ينضموا للعصابة. ولما سينج يرمي السكين عشان يقتل المالكة، السكين بتضرب في الحيطة وترجع في كتف سينج، فبيطلب سينج من بون انه يرميها بالسكين الثاني. ولما بون يرمي السكين، السكين بتجي في كتف سينج الثاني وبيكون حالته صعبة جدا، فبيطلب من بون انه يتقدم شوية ويرمي السكين الثالث. بس كمان لما يرمي السكين الثالثة بالغلط بيطعن بون في يده، وبيكون بون بيتألم بشدة. ولما تشوفهم المالكة بيحاول بون انه يرميها بقفص الثعابين، وبالغلط بيرمي كل الثعابين في سينج، وبيحاول سينج انه يصفر للثعابين بس الثعابين بتعضيه في شفايفه. ولما يهربوا من المكان بتبدا مطارده ما بين المالكه وسينج، وبتكون المالكه بتجري بطريقه غريبه جدا وسريعه، وبعد شويه سينج كمان بيقدر انه يجري بنفس الطريقه وبيكونوا سريعين جدا. ولما يكونوا في المطارده بتصدم المالكه لوحه بتاعت اعلانات، وبيقدر بعدها انه سينج يهرب. وبالليل بنشوف انه شفايف سينج منفوخه بسبب سم الثعابين، وبيكون بيتالم لكن في الصباح بيكون كويس وكل حاجه تمام، وده بيخلي بون مستغرب وكمان انا وانتو كمان مستغربين. ولما نرجع للقريه بنلاقيهم عايزين يقرروا يخلوا الـ3 أشخاص بتاعين الكونفو ولا يطردوهم من القريه، وبيعملوا كده عن طريق لعبه حظ، وبيجي الاختيار انهم يصيبوا القريه. في ناحيه تانية بيكون عصابه الفاس طلبت المساعده من اشخاص ماهرين في الكونفو، وبيكون طريقتهم في الكونفو عن طريق العزف على اله فيها اوتار، وبيقول المحاربين لعصابه الفاس انه اقوى شخص في الكونفو هو محارب اسمه المحارب الوحش، وحاليا هو مسجون في سجن شديد الحراسة. وبالليل لما يكون المحارب الحمال شايل حاجاته عشان ماشي من القرية، بيكون واحد من المقاتلين بيعزف الموسيقى وهو ما بينتبه له، وبيقدر القاتل انه يقتل المحارب الحمال. وبعد شوية بيدخل واحد من المحاربين القتلة للترزي في محله وبيحاول انه يقتله، لكن الترزي بيقدر انه يدافع عن نفسه وبتبدأ معركة بيناتهم. ولما يكونوا عايزين يقتلوا المحارب ترزي بيتدخل المحارب الخباز وبينقذوا في اخر لحظة، وبيستمر القتال بينهم، لكن القتلة بيقدروا انهم يهزموا المحاربين. لكن فجأة المالكة بتصرخ من شقتها فوق، وبتكون صرخة قوية جدا لدرجة انه اوتار آلتهم الموسيقية بتتقطع، وعن طريق القتلة بنعرف انه المالكة عندها مهارة كونفو. ولما يحاولوا يطلعوا لها في الشقة بيجي زوجها المالك وبينزلهم، وكمان بيقدر انه يضربهم الاثنين، وبنعرف انه زوج المالكة والمالكة اقوياء جدا في الكونفو. بيكون رئيس العصابة ومساعده بيتابعوا القتال من بعيد، بس فجأة بيلقوا المالكة معاهم في العربية وبتهددهم، ومن الخوف بيكون رئيس العصابة ومساعده بيرجفوا زي كأنه في برد. وفي جنازة المحاربين بنعرف انه المالك والمالكة سابوا الكونفو عشان كان عندهم طفل ومات بسبب الكونفو. ولما نرجع لسينج وبون بنلاقيهم في المدينة، ولما يلاقوا البيت بتاعت الايس كريم بيحاولوا يسرقوا منها ايس كريم للمرة تانية، لكن هي بتكون عاوزة تكلم سينج وتوريه ان هي البنت الزمان ساعدها، بس هي بتكون صمة وبتحاول توريه عن طريق الإشارة، بس سينج بيتعامل معها بطريقة ما حلوة، وكمان بيطرد صاحبه بون. وبالليل بيمشي سينج لمكان عصابة الفاس وبيلاقي مساعد الرئيس بتاع العصابة، وبيعرف انهم قرروا يضموه للعصابة عشان عايزينه في شغل محدد، والشغل هو يستعمل مهارته في فتح الأقفال عشان يطلع المحارب الوحش من السجن، وفعلا بيعمل كده وبيقدر يوصل للمحارب الوحش جوا السجن. ولما يكون المحارب الوحش في مقر العصابة بيستهتروا به وبيطلبوا منه يقول سعر عشان يقتل المالك والمالكة، وهو بيضحك عليهم عشان القروش ما بتهمه وهو عايز بس خصم يستحق القتال، وبيجي واحد من العصابة يضربه بس هو بيضحك. بسرعة بيقدر المحارب الوحش انه ياخد المسدس من فرد العصابة، وكمان بيوجه المسدس على راسه وبيضرب رصاصة، وبيقدر بسرعة يثبت الرصاصة بس بصباعه، والحاجة دي بتخلي انه العصابة كلهم يقتنعوا انه شخص قوي، وكمان بينحنوا له من الاحترام. وفجأة بيكسر المحارب الوحش الحيطة بتاعت مقر العصابة وبيمشي يلاقي المالك والمالك اللي هم اساسا موجودين في مقر العصابة، وبيبدأ بينهم قتال، وبيكون قتال شرس جدا، وبيقدر انه المحارب الوحش يضرب المالك والمالكة، بس في النهاية هم بيقدروا يضربوه وبيستسلم. ولما يوقفوا قتال بيقدر بيهم وبيحاول يقتلهم، بس هم بيقدروا تاني يبدوا قتال من جديد ويثبتوه. وفي اللحظة دي بيجي سينج وبيضرب المحارب الوحش في راسه بخشب، وده بيخلي انه المحارب الوحش يغضب شديد وبيضرب المالك والمالكة، وكمان بيضرب سينج ضرب شديد جدا وبتكون حالته خطيرة.
بس بيقدر المالك والمالكة انهم ياخدوا سنج ويهربوا من المكان بسرعة، وبيستعمل المالك والمالكة كل مهاراتهم في الكونفو عشان يعالجوا سنج. فعلا بيقدروا يعملوا كده، ولما يجوا افراد العصابة للقرية عشان يقتلوا المالك والمالكة وسنج بيتصدى لهم سنج وبيقدر يضربهم كلهم واحد واحد، وكمان بتبدأ معركة ما بين سنج والمحارب الوحش، وبتكون معركة قوية جدا، وبيقدر المحارب الوحش انه يضرب سنج ضربة قوية ويطيره في السماء، بس سنج بيقدر يرجع ويضرب المحارب الوحش ويستعمل المهارة قوية جدا، وده بيخلي انه المحارب الوحش يستسلم. بس كالعادة بعد ما سنج يوقف قتال بيغدر به المحارب الوحش، بس سنج بيكون قوي جدا وبيقدر تاني يضرب المحارب الوحش وبيخليه انه يستسلم. وبعدها بنعرف انه سنج وبون عملوا محل بيع الحلويات وعايشين في سعادة، والفيلم بينتهي هنا.